عشات الملوكي ممثلي طرابلس الطب بفاس، اليوم طرابلس الطب بالمغرب ومن جميع ربوع الملاكة حجوا وجاو للرباط من أجل الاحتجاج، من أجل التعبير عن قلقهم الوضعية الحالية، من أجل يعني طلب الاستنجاد وطلب يعني تدخل العقول الرشيدة وتدخل الحكومة وتدخل يعني جميع المسؤولين من أجل إيجاد حل عاجل لما أصبح يعرف أزمة طلبة الطب والتي طالت الأمد والتي وصلت لشهرها العاشر. اليوم كيف ما كتشاهدوا بقاو بعض النقاط العالقة وكلنا آمل يعني في الوساطات يعني اليوم تدخل مؤسسة وسط المملكة ممكن أنه يجيب الحل كيف ما أنه جاب الحل للصيدلة، غير هو أنا كنشوفوا بعض العراقيل كمثلا برمجة الامتحانات في وسط يعني داك في وسط يعني هذا التداول وفي وسط النيغوسياسيون، الشيء اللي كيخلي الامور صعبه، الشيء اللي كيدي الى هدر الزمن الجامعي واللي كيخلي حتى الرجوع الى يعني الامتحانات والرجوع للتدريب الاستشفائيه كيرجع انه كيولي صعيب في ظل انه ما بقاش الوقت. اللي يمكن حنا في الشهر العاشر من المقاطعه، في شهر 10 النيس يعني ما بقاش وقت بزاف، قربنا ندخلوا للسنه الثانيه من المقاطعه، فاذا كلنا امل في ايجاد حل لهذا المشكل باش اننا نرجعوا باش اننا ما نضيعوش البلاد في جيل من الاطباء في ظل الخصص اللي كاين. وشكرا. السلام عليكم. الدكتور علي فارسي المنسق الوطني للاطباء داخل المقيمين. اذا الحضور ديالنا اليوم هو تاكيد على التضامن ديال الاطباء داخل المقيمين مع الاخوه ديالهم من الطلبه، وايضا الرفض ديال الاساليب القمعيه والاساليب ديال العنف في التعامل مع ملف الطلبه الطب. وكندعيو مره اخرى الحكومه انها تحمل مسؤوليتها وانها تنهج اساليب الحوار باش تلقى حلول لهذا الملف. وكنبغيو ناكدوا ايضا على ان لنا الثقه الكامله في مؤسسه القضاء وفي النزاهه ديالها وفي الاستقلاليه ديالها باش تنصف الاطباء الداخليين وايضا الطلبه اللي هما متابعين في حاله صراح لا لشيء الا لوقفه سلميه اللي قاموا بها للتعبير عن التضامن ديالهم مع الطلبه. هاد الوقفه فهمتي، هاد الوقفه جات من بعد مجموعه من الوقفات اللي قاموا بها طلبه الطب واللي قاموا بها باش انهم يلقاو حلول للدوسي ديالهم، يلقاو حلول جذريه للدوسي ديالهم. هاد الطلبه جايين على قبل النقطه الاولى اللي غادي ندوي عليها، ان راه ما كاينش شي طالب غادي يبغي انه يزيدوا عام ديال القرايه الا ما بانش ليه بلي هذاك العام راه فيه واحد الضروره، يقول لي هذاك العام راه مهم بالنسبه ليه، راه سبع سنوات ديال التكوين بالنسبه لها الطلبه اللي بانوا خارجين كاملين، راه ما كيدل لا يدل على شيء، لا يدل زعما كيدل غير على ان هاد الطلبه باغيين سبع سنين راه هي اللي كافيهم في التكوين ديالهم، سبع سنين اللي غادي يقدروا يخرجوا فيها. وهاد الطلبه ما خصناش نواجههم بالقمع، وما خصناش نواجههم بواحد الطريقه اللي هي قمعيه، لا خصنا نجلسوا نستمعوا لهم. حيت في 2020 شكون اللي لقينا؟ لقينا الاطباء اللي وقفوا معنا في بيريود ديال الكوفيد. في 2024 خاصكم تسمعوا لهم حيت حنا مقبلين على تظاهرات عالميه. 2025 و2030 شكون اللي غادي نلقاو؟ غادي نلقاو الاطباء اللي غادي يداولوا لنا لي باسيون ديالنا. الوقفه التي دعت اليها اللجنه الوطنيه لطلبه الطب والصيدله وطب الاسنان من اجل اسناد اللجنه الوطنيه في ملفها المطلب الذي يعبر بشكل ديمقراطي عن كافة طلبة الطب المغرب والذي رفعت من خلاله مجموعة من المطالب العادلة والمشروعة التي اصطدمت مع حكومة ارتأت أن تعالج ملف مطلبي لعدد من الطلبة بطريقة ومنهجية أمنية وسياسية لا تليق بمغرب 2024 ولا تليق بشعارات المغرب التعددي والمغرب الديمقراطي والمغرب المقبل على استحقاقات على مختلف المستويات. ونأمل من الحكومة أن تستحضر صوت العقل والحكمة وتستجيب للمطالب العادية والمعقولة لطلبة الطب في القريب العاجل، وأن توقف هذا المسلسل مسلسل نزيف من رمزية الوطن ومن استقراره ومن رصيد التعقل الذي ركمته الحكومة السابقة في تدبير عدد من المشاكل الفئوية والاجتماعية ومنها مشكل الطب اللي كان في 2015 2019 وتمت معالجته بطريقة معينة. اليوم حنا كنطالبوا بمعالجة معقولة لهذا الملف الذي استطال. حنا أمام ما يقارب سنة من النضال والاحتجاج ومقاطعة الدراسة لطلبة الطب قابلتها الحكومة مع كفاءة كامل للأسف الشديد بالتعنت وبالصلف.